كثف النظام السوري والقوات الروسية من تواجدهما في تدمر، وأكدت مصادر محلية ومواقع تواصل اجتماعي موثوقة أكدت هذه التطورات. في هذا الإطار انخرطت القوات الخاصة الروسية وقوات تابعة للنظام السوري بعمليات مكثفة في المنطقة بدعم كبير من القوات الجوية الروسية. وقالت مصادر محلية أن الطرق المحيطة بتدمر والعليانية مغلقة، إذ يعمل النظام السوري والقوات الروسية على تشديد الخناق على مقاتلي داعش وغيرهم من فصائل المعارضة للنظام في المنطقة. ويمكن أن يكون التركيز المكثف على تدمر بسبب الأهمية الرمزية إذن للمنطقة، إذ أنها تعتبر المنطقة التي لطالما سعت روسيا إلى الاستفادة منها لأغراض البروباغندا أو الدعاية بسبب الأوركسترا الروسية التي أدت العروض وسط الآثار التاريخية هناك بعد وقت قصير من الاستيلاء على المنطقة من داعش. وتبين أن هذا الأمر كان محرجا بالنسبة لروسيا وبالنسبة للنظام السوري بعد احتلال داعش المنطقة في وقت لاحق.